أخوة أنا نوالي في الجامعة الملكية المهرية لكرة القدم وبصفتي عضو عصبة الدار البيضاء الكبرى، رغم أن الممثل ديال الجامعة راه ما حاضرش، راه حنا غنوصلوا للجامعة عبر عصبة الدار البيضاء الكبرى، غنوصلوا لهذا الشيء المجرى. وكنتمنوا أنا راه من الناس المحبين ديال فريق اتحاد المحمدية، هذا الشيء اللي وصل ليه الاتحاد لا يشرف المدينة بتاتا. مدينة محمدية اللي كنعرفوها مدينة شناهي، مدينة الزهور والرياضة، الزهور مشات بقات الرياضة، خصنا نحافظوا على الرياضة. وباش غنحافظوا على الرياضة وننظموا هذا الجمع العام ديالنا باش يكون مزيان، أنا راه قبل ما نجي اللي سمعت بأن الناس فبراير 2014 223523 درهم، مارس 2014 805450 درهم، أبريل 2014 درهم، أجور اللاعبين المجموع 1,041,500 درهم، 2013-2014 أجور اللاعبين المجموع 1,098,000، 2012-2013 أجور الأطر التقنية والإدارية والطبية المجموع 499,000، 2013-2014 أجور الأطر التقنية والإدارية والطبية المجموع 524,500 درهم، 2012-2013 المجموع المداخل 11,150 درهم، المصاريف 37,592 درهم، 2013-2014 المباريات داخل الميدان المجموع المداخل 14,770 درهم، المصاريف 37,320 درهم، 2012-2013 مباريات خارج الميدان المجموع 304,534، 2013-2014 مباريات خارج الميدان المجموع 242,191 درهم، تحفيزات 2012-2013 المجموع 489,550 درهم، 2013-2014 تحفيزات المجموع 544,850 درهم، ترقصات 2012-2013 المجموع 147,000 درهم، 2013-2014 المجموع 136,000 درهم، المداخل موسم 2012-2013 المداخل 4,123,615 درهم، المصاريف 3,473,616 درهم، موسم 2013-2014 4,310,770 درهم، المصاريف 3,325,265 درهم، مجموع المداخل 8,434,385 درهم، مجموع المصاريف 6,798,881 درهم، الفائض 1,635,504 درهم، العجز المتبقي 910,899 درهم، الفائض الحقيقي 724,605 درهم. السادة الحضور الكريم، وقبل الختام لا بد من تقديم جزيل تشكراتنا إلى كل من السادة
عامل عمالة محمدية، سيد رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية والسادة المنتخبون، سيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذلك أعضاء المكتب الجامعي، السيد رئيس المدير العام لمجموعة الكتبية، الأشخاص سواء ذاتيين أو معنويين لإعانتهم للفريق، السادة ممثلو الصحافة الرياضية، السادة المنخرطون، الجمهور الكريم، والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وكتوجيك السؤال للسيد الامين المهدي، كاين واحد الخطا تما في القرار المالي. علاش؟ السيد المعلوم كان قال لي عطاني 30,000 درهم، وجدت حتى السيد العباسي كذا. كاين هي كاين. 20,000 درهم. لا كاين غير هنا حيت قلت المجموع ملي ولا الصداع ما بغيتش حد يدبدوك. شوف صلح لي هذه كانت التقرير المالي اللي فات. هاد جوج ملايين شكون اللي جابها؟ شكون اللي جاب عنده جابها؟ لا دابا شكون اللي جاب هاد جوج ملايين؟ وريني شي واحد مشى عنده، انا كنت مشى عنده لا ما جاتش 30,000 درهم. هاد جوج ملايين اللي دايرين من عطا؟ انا شفت واحد سبت العباسي بدا وبلا مره قال لي ناقصه 100 درهم، قلت له عاود تحسب لي هي غادي تلقى واحد التقرير اللي صافي صافي راه كاين واحد التقرير سيد رئيس ملاحظه في التقرير المالي. التقرير المالي الفرقه كانت كتسلف من عند الشواب، كتسلف من عند الهواء، كتسلف من عند هذا، هادشي خصو يكون باين في التقرير المالي. لا يعقل، لا يعقل بينما السنه كلها كنجيو حنا عند حاجه كذا وكيقول لك اللعابه ما عندنا باش ندير بلاصه وما عندنا باش نديرو ما عندناش باقا فلوس ما عندناش شي، كنمشيو نسلفو الفرقه. زين حقيقة رجعوا لنا الفلوس ديالنا اللي سلفناه هذا السنة طول كيكون، هذا واحد ما غادي يمكن هادشي، كاين التقرير المالي، شنو اللي جرى هادشي؟ بأنه فلان راه سلف الفرقة واحد العدد والهار يدخل الفلوس راح نردينا هادشي. إذا حتى مول الماتيريال اللي عطانا الشباكي غنكتبو مول الشباكي، راه عطانا الشباكي وراه خلصنا. على سيدي اسمح لي هذا فورني فارس هذاك الفورنيزور راه تيراه ما كنعرفش قاعد دابا انت كتبع كتطلب لا الصون ديال التوطال غتاخذها ما تسول لا على كتسال ولا ما كتسالش لا يا كرة الشيخ ديالك يا كرة الشيخ ديالك انا اللي كنقول لك كنقول لك لانه هو التقرير المالي خصو يكون واضح فيه كلشي. مال هاد التقرير المالي ما كنتي كديرو لي حتى الترابيس؟ هما عندي راه باقيين عندي، كاين عندي في الدار خازنهم غدا نجيبهم. مالك ما درتي اللي كان كيسال فلان وكيسال فلان؟ انا ما كانش انا تحاول تجيبهم ولا كان هادشي دير شي حاجه نجيب بحال هذا ونزيد واحد. انا الا كان انا حسبت لي واحد كذا بحال وزيد واحد العباسي هو اللي كان كيدير واحد الحاجه انا نزيد عليه العباسي هو كنعطي الارقام هو كاع راه هو كون هو اللي كيكتب كلشي. جيب بروب وديرو عليه دابا والله لا بقى بالله. إلا عندك بروب بأنك شي اختلف حوال والله لا بقى. واش دابا واش دابا واش واش هو بغى الشيك ديالو ها هو الشيك ديالو غيتعاود صافي ها الشيك غادي يتعاود وفضينا. الله يخليكم واش هاد المصطلح ديال واش تيختلف الاموال واش هو تيختلف الاموال واش الضحيه ديالو ولا الجزاء ديالو؟ خلينا في الهضره الله يخليكم والو. اسكت علاش خرج من الفم؟ 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 علاش خرج من الفم
I'm
الوالدين تكون خالد منخرط لائحه الحضور فيها 18 منخرط حاضر كما قال السي عباسي حاضر كامل اللي خرج شغلو هذا ما حضرش لانه سمعت انا المالي وسمعت انا الادبي حنا جينا دابا المصادقه المصادقه وخدموا مع جوج الناس هزوا صباعهم راه كاين المصادقه الناس المنخرطين
السلام على المقام العالي لله والحمد تعالى وبركاته.